والأصل أن الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للاقتداء ليست خاصة به، ومعنى خاصة يعني يقوم بها وحده ولا يلزم الأمة أن تتبع ذلك، بل هناك أفعال يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وينهى أمته أن يفعلوها، كالوصال في الصوم، ما يجوز واحد يواصل في الصوم ما يفطر 3-4 أيام متتالية، يعني حتى بعد المغرب ما يفطر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل له في ذلك إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالعبادات كلها يقتدى بها، لكن كما قلت سيأتي البحث، هل الاقتداء به في هذه العبادات على سبيل الوجوب يجب أن نقتدي بها أم على سبيل الاستحباب؟